جا 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 عبد الله انجيبان جا. قول قول الو ابو علي. ايوه سمى بروفايل اسمه بروفايلك تاك. بروفايلك تاك تا احس فيه صوت. ايوه معناته جاء رجال. شكرا يا سماحة هذا. اذا بدينا في الاسئله نبغى صوت. اذا بدينا في الاسئله نبغى صوت كذا حق اسئله تخوي. والله يسعد امك. طيب حياكم الله يا شباب, صباح الخير. عندنا ضيف اليوم راح نسال اسئله حساسه. الاسئله هذه كلها مصدرها الجمهور. كيف وصلنا للجمهور عاد هذه ما يبغى لها سؤال. تفضل معنا صاحب القحطاني. عندنا أسئلة. قلت لك لا تستخدم يدك انت. طبعا الوضع صلوا على النبي رب. اللهم صل وسلم. عطنا سبيكر صالح. نحتاج تركيز من صالح اولا, منكم ثانيا. فكره السؤال ما يعدي السؤال 30 40 ثانيه. نحتاج حارب حار حارب حار. احنا نستضيف ضيف ويكون هو القضيه عندنا ونعرضه على كلام الجمهور. احنا ما نجيب شيء من عندنا, كلام الجمهور. طيب صالح قحطاني حياك الله معنا. الله يحييك. مرحبا والله. نتمنى انكم تركزوا معنا. ما في سكيب لازم اجاوب يعني. ايه اسلم صالح. هل ندمت على مشاركتك في برنامج حياتك؟ نبغى صوت صوت كذا يخوف. احتفظ بالاجابه يا ولد. ايش رايكم يا شباب؟ لا نبغى الاجابه. اسمع وقف هنا لازم يجاوب كذا. نظامك يا سلوك. الوقت يا صالح باقي 10 ثواني. طيب نسبه كبيره. لا لم تندم. نعم. طيب رائع جدا. طيب يا صالح ليش ساحب على الجمهور؟ ساحب على الجمهور؟ ايه بالعكس ما صار شيء. اذا ممكن عشان ثقل نومي كذا بس اني موجود. الله ملك الحمد. يعني اللي يقول انك ساحب ابدا. كيف ترد على اللي يقول انك مختفي عن البث؟ اقول له لا بالعكس انا موجود وماني بساحب ابدا. ممكن ثقل نوم شيء كذا غياب عن بعض الفقرات بسبب ظرف يعني, اما اني ساحب ولا شيء لا بالعكس. انا كم مره اذا وقف الجمهور معي يعرف اني حلو اني اشكره مع الوقفه ذي والله يبيض وجهي من جمهور. مزبوط. طيب صالح هل انت متحزم مع احد في البرنامج؟ متحزم مع احد في البرنامج؟ ما حصلش مع طيب. العيال كلهم مع الجميع وكلنا اخوان. طيب معلش يا في الكلام. طيب معلش يا صالح انت تقول انك ما تعطينا فرصه. انت تقول يا صالح انك ما تحزمت مع احد في البرنامج. مزبوط. طيب شفناك خرجت 24 ساعة وكنت تدعم عبد العزيز الشهراني التصويت له. هذا شو تسميه؟ أول شيء ايش تراك أنت؟ يا صوت شاف السؤال في وقته. طيب صلوا على النبي الرب. أول شيء سؤال واضح؟ واضح واضح. تفضل. أول شيء كلكم عزيزين وغالين أشهد الله. وإني أحبكم من محبة أبو سعيد. لكن يمكن تعرفون كلكم اني انا وابو سعيد اخويا من زمان. اخويا. واحيانا الاخوه يعني تحكم الواحد. هذا شيء. شيء ثاني يمكن من اقوى الاسباب اللي تخلي صالح يؤدي وياخذ ويعطي ويعني جوه كويس مره انه ابو سعيد معي. يشهد الله. وعشت السلام سيد. حي عينك حي عينك. سلام سلام. عدلتك يا ابو محمد. من غير والله قصور في الجميع. لكن انك تدعم عبد العزيز. اذا ما دعمت عبد العزيز من تدعم؟ عندي سؤال اذا تسمح لي سريع. طيب ابا عين الوقت تسمحون بسرعه. الوقت في ذمتكم. ها شافي ذمتكم يوم طلعت دعمت عبد العزيز كخوي وكذا حد منكم جاء في خاطري؟ سويت في خاطر العكس لو ما دعمت يعني والله ما عدل. هذا طيب. طيب اوكي اوكي اوكي. اسمح لنا يا شباب. صالح سلام. صحيح عندك مواهب كثيره لكن سمعنا عندك شيء الايام الجايه. هل هذا معناته ان صوتك يعني جميل تقريبا يعني تقدر تقول ان شاء الله في شيلتين باذن الله مع واحده تقول تسور واحده حساسيه واحده تشوش. طيب قال سعد في حساب يقول ليش في حساب يقول ليش ما تحلق شعرك؟ بالعكس انا اشوف انه يعني ناعم ما شاء الله تبارك الله.
صح ان احيانا ما ادري ايش يطلع يتلفلف فجأة، لكن واحس الحساب ذا اللي قال خلي حلك شعره احس انها امي سويت حساب وهمي وقالته توقع احس. طيب حركاته يا صالح طيب في محبه لك واضح، وجدنا تعاطف كبير من الجمهور المحبه لك، ايش المحبه دي؟ من الله ان شاء الله، اكيد من الله. جميل. طيب يا صالح ليش ما نشوفك تلبس كاجوال تلبس سبورت، دائما لبسك ثوب يا عصبه يا شمال؟ والله هذا لبس شيباني يا ابو علي، ولكل مقام مقام. يعني ما في وقت في البرنامج كان مناسب تلبس غير الثوب؟ ما هو ما في وقت، بس عاد ترجع برضو مزاجيه يعني. انا قناعتي كذا اني البس اللبس ذا، ممكن احيانا على حسب، ما هو اقول لك لبس ترى يعني. طيب يا صالح الكل عرف ان بينك مشكله انت واحمد سعود من بدايه البرنامج، هل ما زالت هذه مشكله موجوده؟ اول شيء ما هي مشكله، سوء تفاهم صار، ويمكن انا اكثر مره قد قلت مزح باليد ما احبه، صار مزحه كذا وصار اللي صار. السؤال هل ما زال بينكم وبين مشكله؟ ابدا مستحيل، والله اني احبه ابو سعود. جميل. طيب معلش انا موجود هي كل اسئله. كم لنا من يوم بدينا يا وليد؟ الله يسعدك. ساعه كم؟ ما معي ساعه بس بتبيني 6 دقائق اعطاني ساعه. طيب طيب يا صالح اسلم، كنت تقول انه ما ندمت على مشاركتك البرنامج؟ لا. طيب متابعينك في السناب كانوا يشوفونك قبل البرنامج بايام قليله تتكلم عن اعتذارك من انسحابك من البرنامج بعد ما اعلنت القناه اسمك انك ما مشاركين البرنامج. صار والله مشكله مع الجامعه، كنت اتوقع انه ما بيسمحوا لي اعتذر عن التنم، كنت بسحب يعني البرنامج عشان الجامعه. طيب بس انحلت المشكله وجيت شاركت، حتى انا ما ادري ايش نقول. يقول كان في مشكله، كان في مشكله في الجامعه، ما بغيت اعتذر على الترم رفضوا. ايه طيب صالح بغى يروح عليه لا حذفوا الترم. على طاري احمد سعود ليش ما تحب المزح باليد؟ احيانا المزح باليد يكون ثقيل يعني بشكل عام، وهي حاجتين، المزح باليد يطلع السلامه، والمزح باليد برضه خاصه اذا جاك واحد يده مثل عبد الله الجيبان كان هالطاولتين ذي جنب بعض عرفت، ويجي يمزح يعطيك واحده توسع تجيك ندمه هني خضراء ثلاث ايام، عشان كذا افضل المزح باليد. جميل. على طاري عبد الله الجيبان، في حساب يلاحظ عليك طول البرنامج انك تسحب على القوه الثانيه اللي معك. انا قد قلت فيه رقم، اذا جت القوه الثانيه الرقم هذا فيه لغم اللي هو موجود فيه صالح، تختاره معناته اجي انطب درجات العب فيها كيرم عرفت، فبالعكس هذا والله. اي والله من حظي والله. كيف بلا ابو عاب. طيب يا صالح احنا عارفينك انك ما شاء الله نشيط في السوشيال ميديا من قبل البرنامج، نسالك سؤال صريح، كم عدد متابعينك في السناب قبل البرنامج؟ والله تقريبا ممكن حول 150 قبل البرنامج، بس الحين ما. جميل. طيب صفه تكرهها في صديقك؟ في صديقي مو خوي، في الصديق. صفتك تكرهها يعني في الناس عموما؟ ايه الأنانية وحب النفس يعني، اني بدي نفسي عليك. حلو، ايش كنت بتقول يا احمد؟ طيب يا صالح سمعنا انك عاد ودنا تكون صريح معنا في السؤال هذا. اسلم. سمعنا انك خطبت قبل البرنامج، فهل هذا دعواتكم مني بس، دعواتكم بس ناتم على خير يا رب. لا 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 صدق ذي قدو يقلب الورق يبغى يروح السؤال. لا والله. طيب والله ما حصل شر، بس يمكن كان مزحه بيني وبين واحد من الخير. ايه هو في الكلام ما انقال عبث. ايه في شيء صار. ايوه لا 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 والله لا والله ما حصل الشيء ذا، بس الله يعجل به ان شاء الله، لكنه حصل ولا شيء ولا انفي. لا ما حصل. لا والله مزبوط. طيب يا صالح في حساب يقول ان صالح القحطاني ما عنده شيء، مجرد انهم توفوا اخوانه رحمه الله عليهم فاصبح الناس متعاطفين معه ويتابعونه على هذا الاساس، هل هذا الكلام صحيح ولا لا، ولا انت موجود من قبل هذا؟
أول شيء أخواني رحمة الله عليهم، الله يغفر لهم ويجعلهم في الجنة. لكن أنت تقول إنه ما أنا عرفت إلا بعد الشيء ذا. أيوه، هل أنت موجود من قبل؟ لا، أنا تابعيني من قبل، يعني من قبل السالفة دي. السالفة دي صار عليها سنة، وأنا في السوشيال ميديا يمكن قبل سنتين وأكثر، سنتين ونص تقريبا. يعني السالفة دي ما لها إلا سنة، والله إن كانها أمس. طيب يا صالح، أنا من قبل سنة عرفت السالفة هذه، رحمة الله عليهم، الله يسكنهم زي جناته. صالح كان قوي جدا في تجاوز يعني هذه الأزمة، ورجع للسوشيال ميديا بسرعة. يعني صالح كان محتسب وجدا أصبح يعطينا دروس في هذا. فيش تقول يا صالح لمثل هذه الأشياء؟ هذا التداخل. أصبر أصبر. خلي علي. أبغى. نعتذر عن هذا، لكن هذه لسه الجمهور، يعني شو نسوي؟ معليش، احنا حاولنا نكون صادقين، نعتذر من صالح، نعتذر منكم، ان شاء الله يكون مع، احنا وعدناكم ان نكون صريحين في الموضوع. وصالح كان يعطينا دروس في هذا، انا واحد منهم. كنت متفق على متفق مع صالح انه فعل الموضوع صعب، لكن يعني كان ودنا يعني لا، انا متفق مع صالح ان على اي اساس؟ ان الموضوع يعني صح انه شويه يجرح المشاعر، لكن طيب. فعلا انا 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 عاصرت الحادثه رحمه الله عليهم. صالح كان قوي جدا، صالح كان محتسب، صالح رجع للسوشيال ميديا بسرعه. هذا كان المفروض ما فتحت الموضوع. طيب احنا نعتذر من صالح، نعتذر منكم، نعتذر. ان شاء الله احنا ما كنا نبغى نغبي بعض الاسئله، نبغى نكون صريحين في الموضوع، بس ما توصل كذا صراحه. نسال الله يغفر لهم ويرحمهم، نعتذر منكم، نلقاكم ان شاء الله مع ضيف اخر. منصور، السلام. لحظه ابو عبد الله، انت الحين ليتني في المسير قلت تعال في موضوع مهم يخصني. ليش؟ احمد سعود في موقع العرب الان. كيف؟ قلت لي في موضوع يهمني في الموضوع كان هذا. كان في سؤال في احمد سعود، حضرتك حبيتكم موجود وشاركت، انت مشاركه رائعه. وين السؤال؟ لحقت على السؤال؟ ها؟ المشكله بينك انت وصالح؟ هذا السؤال؟ هو سؤال يمكن ما يعجبك. والله العظيم انا ليش طق بعقال. طيب خلنا نشوف صالح. مو خلنا نشوف صالح، قول. ورا الفله من ورا، تعب الفله. شباب الديش هذه علقها وبجيك. اخ. شو السؤال على الصبح؟ والله ما ادري. ايه يا سرب الحمام. لا حول ولا قوه. ترى الواحد اليومين هذه واحد يا البرنامج برنامج عقب صلاه الفجر. مجروحة مشاعر مدري ايش يسمونها جياش اسكت. شايف حياتك هي حياتك، بس لو تشعر بغير